المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى. فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا. واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد. واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأحبابي في برنامجكم نعم منسية، نعم منسية، نحاول أن نسلط الضوء فيها على نعمة من نعم الله جل وعلا، لعلنا نشكر، لعلنا نحمد الله جل وعلا عليها، ليثبت الله جل وعلا فينا نعمه بشكرنا لها، ولعل الله جل وعلا أن يثيبنا على هذا الشكر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من عباده الشاكرين. ومعنا أيضا في كل حلقة أخانا الحبيب فضيلة الدكتور غريب رمضان. اهلا بك، حبا بك دكتور غريب. الله يكرمك، شرفنا دكتور غريب. اهلا بك في كل حركه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك. ومعنا في هذا اللقاء الكريم نعمه الرزق. تكلمنا في اللقاء الماضي على نعمه الامن، والطبيعي ان بعد الامن رزق، لان الله جل وعلا ضربها مثلا في القران، ان اطعنا الله جل وعلا امننا ورزقنا، والمعصيه ذهاب للرزق وذهاب للامن. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعمتين وراء بعض، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لإيه؟ قرية مؤمنة. فكفرت بأنعم الله، لم تشكر هذه النعمة. إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله، النعمتين اتسلبوا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انتوا عارفين القرية دي مين؟ ده مكة. القرية دي مكة، مكة، يعني ربنا ضرب مكة في القرآن، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أعرضوا عن الله، أذنبوا في حق الله، سلبت منهم نعمة الأمن ونعمة الرزق كذلك. نحن نتكلم عنها في هذه الليلة، ونسمع كيف يرزقنا الله جل وعلا، أو كيف ينعم الله جل وعلا علينا بنعمة الرزق من أخينا الدكتور غريب. اهلا بك يا دكتور عبد الرحمن. الله يكرمك اخواننا واخواتنا. نعمه الرزق مش ده بس، لو عايزين ناخدها بشمولها، مش ده بس المعنى الكامل للرزق. مش فلوس يعني تقصد؟ مش الحاجه الماديه. الماديه نعم. لا، ده في حاجات قلبيه، ده في ده الايمان رزق. الحلم، صفه ان ربنا يكرمك بالحلم رزق، التوكل على الله رزق، التقوى رزق، زي ما الذرية رزق، زي ما الزوجة رزق، زي ما المال رزق. فمسألة الرزق دي مسألة شاملة واسعة. وقال الله عز وجل، عدنا بقى لموضوع الرزق المادي: وما من دابة إلا على الله رزقها. الرزق بيد الملك، بيد الملك سبحانه وتعالى، ليس بيد غيره، ليس بيد بشر، ليس بيد مجتمع دولي، ليس بيد أي أحد غير الله عز وجل. الرزق بيد الملك، ولا يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أعرابي يسمع هذه الآية فيغضب ويقول: من الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من الذي جلاله سبحانه وتعالى، من الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ الله، هو الناس شك، الناس شك إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة عجيبة جدا، من الحاجات، القصص العجيبة التي وقفت عليها، قصة حصلت مع إبراهيم بن أدهم، حينما قال، كان يجلس ذات مرة وبيأكل لحمة مشوية، هي قطعة لحمة واحدة قاعد بيأكل فيها، فأتت قطة فاختطفتها. القطة لما تاخد قطعة اللحمة تقعد في ركن وتاكلها. والقطة بتاكل لحمة؟ يعني القطة نعم تاكل،
تاكلش اللحم بتاكل لبن وتشرب لبن ولا تاكل جبنه ولا ولا سمك مش هي ذات نب بس سمك يعني يعني تاكل لحمه فانا بتهيالي هي الله اعلم تاكلش الله يعني يعني حتى على الاقل تحاول فيها اي حاجه يعني قطه حرام يعني فالمهم اخذتها وجرت نعم فيعني قام خلفها ابراهيم بن ادهم فوجدها وضعت قطعه اللحم عند جحر بعيد مكان بعيد ثم انصرفت يعني لعنتها في حته ولا انصرفت فوجد ابراهيم بن ادهم ثعبانا اعمى خرج من الجحر فاخذ قطعه اللحم ودخل يعني فعلا ما تاكلش اللحمه وهنا تاثر جايبها لرزق سبحان الله تاثر جدا وقال سبحان الذي جعل الاعداء يرزق بعضهم بعضا ربنا عز وجل دكتور احنا نبعد ليه انا عاوز الناس تبص لقناه الرحمه الصوره اللي بتاثر فيها جدا لما تلاقي عصفور صغير صغير قاعد طاير جايب حته اكل ولا حته لحمه وجاي لعصفور تاني شوفوا المشهد وتطلع قدامها كلمه الرحمه كده عشان تشوفوا الرحمه فعلا كيف ان الله جل وعلا يقدر هذا الرزق طائر كبير قاعد طائر كبير قاعد كانه لا يرى قاعد عن بقه كده مش شايف وقيل ان جناحه مكسور وجناحه مكسور وقاعد يعمل كده والعصفور الصغير طاير عشان يحط الاكل في فمه سبحان الله احنا معتاد ان الام او العصفور الكبير هو اللي بياكل افراخه لا ده الصغير هو اللي بياكل الكبير سبحان الله من الذي قدر رزق هذا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه كما قال الله جل وعلا في ايات النمل العظيمه امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم يا اخي مين بيرزقك ومن يرزقكم من السماء والارض عشان كده إذا كنت تعتقد أن الذي يرزقك هو الله جل وعلا وأن نعمة الرزق بيد الله جل وعلا فالله جل وعلا قال فبتغوا عند الله الرزق اللي عاوز يرزق يقول يا رب فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اشمعنى العباد هنا مع الرزق دكتور ريب ليه دايما يعني في غير ما موطن من القرآن تذكر العبادة وبعدها الرزق أو الرزق وبعدها العبادة ليه لأن الرزق لا يؤتى بمعصية الله نعم. لا ينال ما عند الله تبارك وتعالى بمعصية الله نعم. سبحانه وتعالى نعم. فإذا أردنا أن نتحصل على رزق فعلينا أن نلجأ إلى الله يعني وما خلق وأن الجن والإنس إلا ليعبدون وأن نتوكل الرزق وأن نتوكل على الله عز وجل في طلب الرزق نعم. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه, فهو حسبه. نعم. تحضرني هنا قصة حاتم الأصم نعم. حاتم الأصم لما أراد أن يخرج إلى الحج ولم يترك شيئا فشيء عجيب يعني هو فاهم كويس جدا فاهم كويس جدا إنه ينبغي أن يترك شيئا لأولاده أن يترك ولكنه خرج متوكلا على الله عز وجل عنده يقين في ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيرزق أبناءه وبناته ويمضي حاتم الأصم في رحلته وإذا بهم فجأة وعياله قاعدين في البيت يفاجئوا بركب الأمير يطلب كوبا من الماء فأخرجت ابنته كوبا من الماء لهم فشرب الأمير فقال بيت من هذا فقالوا بيت حاتم الأصم كان معروفا فقال أين هو فقالوا خرج إلى الحج فقام جايب صرة فيها المال مليئة بقطع المال الذهبية وألقاها في بيت حاتم الأصم ثم لم يكتفي بذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم أكثر قال الرجل من أحبني فليفعل مثل ما فعلت من جنوده من جنوده الذين معه فجعل جنوده كل من معه مال ألقاه في بيت حاتم الأصم حاتم الأصم نفسه خارج يعني معهوش في الرحلة حاجة فلدغ أمير الحج في أمير الرحلة لدغ فقالوا هل من راق لدغته عقرب هيموت هل من راق فقالوا معنا العبد الصالح حاتم الأصم فأتى حاتم الأصم فرقاه فبرئ فأصابه مالا كثيرا فكان من أوسع الناس نفقة في الحج قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال بعدها في آخرها وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب نعم.
سبحان الله دكتور غريب، يعني لو أن الناس تفهم أن أنك لا تطلب الرزق في الحقيقة، إنما الرزق هو الذي يطلبك، هذا في الحقيقة أنت لا تطلب الرزق أنت، ده سبب بسيط، إنما في الحقيقة الرزق هو الذي يطلبك. وقد روى الطبراني من حديث أبي الدرداء وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد، مش إن العبد لا يطلب الرزق، لا، إن الرزق لا يطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله. كل الناس متأكدة أن لو أجل جه هتاخده على طول، لا ده الرزق قبله. ده طب أنا هقول لك، مش بقى أنت مش بتطلب الرزق هو اللي بيطلبك، طب طب وأنت مش عاوز الرزق وبتهرب منه، ربنا كاتب لك رزق وأنت مش عاوز وبتهرب منه، هيجري وراك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الطبراني من حديث جابر وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن بني آدم هرب من رزقه، الرزق اللي ربنا كاتبه له كما ذكرت الحديث أن يكتب رزقه، هو هرب من الرزق المكتوب ده، ما ليش عاوزه، لا ده مش بإرادتك، كتب لك هتاخده. لو أن بني آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. طب أنت مستعجل ليه بقى؟ بتجري ليه؟ بتجري ورا الدنيا ليه؟ ما تنشغل بعبادة الله جل وعلا مع سلوكك الأسباب، مش بنقولها في البيت، إنما انشغل بعبادة الله جل وعلا مع سلوكك الأسباب ولا تعجل، لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. محتاجين نبصر الناس إنها نعمة من ربنا، يبقى نطلبها من ربنا. الرزق لا، الرزق بيطلب صاحبه. نعم. تذكرت يعني أثناء كلامك عن الحتة دي حديث في سير أعلام النبلاء بإسناد حسن. نعم. حسنه الشيخ شعيب. نعم. يقول عبد الرحمن بن عوف لأم سلمة. نعم. يا أم سلمة أو يا أم المؤمنين. نعم. مالي كلما أنفقت ازداد مالي، يعني هو يعني هو سبحان الله بيشتكي كثرة المال، بيشتكي كثرة المال، والكل منفق يجي المال أكثر. فقالت له يا عبد الرحمن بن عوف أنفق أنفق، وذكرت كلمة أقولها ولا بلاش؟ أتفضل. قالت أنفق، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد اللي انا عايز اقوله انه بيشتكي كثرة المال، انه الرزق بيأتيه مع انه ما جريش وراه ولا تعب نفسه وراه. احنا بقى محتاجين نطلب رزق الله تبارك وتعالى زي ما قلت في اخر كلمة بالاسباب. الاسباب من الاسباب العظيمة تقوى الله، تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله، الاستغفار، كثرة الاستغفار، الاستغفار له ارتباط قوي جدا جدا بالرزق. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللي أنا أقول كخلاصة لهذا اللقاء أن الرزق هبة ونعمة من الله جل وعلا، لن تنال إلا بطاعته، لن ينال رزق الله جل وعلا إلا بطاعته، وأبوابها في الأرض كثيرة، لكن لماذا يتزاحم الناس على باب فمشوا في مناكبها فقط؟ كما تفضلت باب الاستغفار، باب سورة الرحم يعظم له في رزقه، باب الإنفاق ينفق الله جل وعلا عليه، أبواب كثيرة. كما سلكت بابا في سبب فمشوا في مناكبها، هناك أبواب أخرى. واعلم أن الرزق ليس مقصورا على المال وفقط أو على الزوجة والأولاد، فهناك رزق معنوي ربما يبدلك الله جل وعلا بهذا الرزق المادي رزقا أفضل منه معنويا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين وأعطي كل محتاج يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أسأل الله تعالى تقبل منا منكم صالح الأعمال، وعلى موعد بنعمة أخرى في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المولى لا ينسى عبدا يعطيه نعيما يتبدى، فاذكر لله فضائله
لتنقض للمولى عهده. واشكر وقدر نعمته لتنسى العفة والحمد. واحفظ للنفس كرامتها علمها التقوى والزهد.